في اجواء ديمقراطيه وتفاعليه جديده من نوعها في ليبيا انطلقت الجلسات التفاعليه للمرشحين لعضويه المجلس الرئاسي في اول ايام ملتقى جنيف لاختيار السلطه التنفيذيه بحضور اعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف وبالتنظيم من البعثه الامميه بليبيا وذلك لاتاحه الفرصه للمرشحين لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خارطه الطريق التي اتفق عليها الملتقى وكذلك للرد على اسئله يطرحها اعضاء الملتقى افتتح ستيفاني ويليامز هذه الجلسات بالتاكيد على ان الامم المتحده ستبذل كل طاقتها لضمان احترام مخرجات الحوار السياسي الليبي من قبل المجتمع الدولي مشيره ان هذه العمليه ليبيه خالصه وستكون مفتوحه وشفافه لاختيار سلطه تنفيذيه جديده ممثله في حكومه مؤقته تضم وطنيين يتحملون المسؤوليه ويضعون السياده الليبيه فوق المصالح الضيقه بعيدا عن شبح التدخل الاجنبي. اسامه جويلي كان اول المرشحين الذين ابتدوا في ادلاء رؤاهم حيث ركز على ازمه النزاعات العسكريه المسلحه معتبرا اياها مفشله للمصالحه في البلاد، مؤكدا انه سيكون من اولوياته تجريم العمل المسلح بكافه انواعه ومحاربه عصابات التهريب. التي افشلت المصالحه في البلاد. بالاضافه الى الحرص على تطبيق القانون وتجريم مرتكبي الانتهاكات والمسؤولين عن المقابر الجماعيه. ادريس القايد ركز على قضيه المرتزقه موضحا ان لا سلام حتى يخرج المرتزقه من ليبيا وانه سيعمل على ان تكون كل الاختيارات للمناصب القياديه في الدوله بناء على الكفاءه مشددا على أهمية رأب الصدع مع الدول المجاورة وخاصة مصر المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وأحد المترشحين للمجلس الرئاسي الاثنين طالب باستمرار لجنة الحوار لمراقبة عمل السلطة الجديدة وسحب الثقة منها إذا لزم الأمر لضمان تنفيذ المخرجات مؤكدا في كلمته أمام ملتقى الحوار قبوله بنتيجة التصويت أيا كان الفائز باقي الكلمات حملت تنافسا في تقديم الاحاطات فكل ركز حديثه على جانب معين تغافله الاخر والاهم من احاديث المرشحين هو الاجواء الديمقراطيه والتفاعليه التي تشهدها الدوله الليبيه لاول مره بعد سنوات من الصراعات المتتاليه